بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي واحنا شغالين على برنامج رافيد عايز اطلع اللوحة بتاعتي، فانا بشغل على مثلا ليفل واحد عايز يطلع 1 لـ100، وعايز مثلا يبقى عندي تقطيعات، وعايز التقطيعات ديت تبقى مثلا 1 لـ50 تمام، او حتى 1 لـ25 على سبيل المثال. طبعا موضوع التقطيعات ده بتستخدمها في مشاريع كبيرة جدا، بيكون مثلا مساحة كبيرة، فمحتاج ان انا ابدأ اقسم 6 7 تقطيعات. طيب عشان اظبط التقطيعات بتاعتي في كل الادوار ممكن استخدم من فيو حاجه اسمها ماتش لاين. ماتش لاين بتبقى موجوده في كل الادوار مره واحده، بمجرد ان ارسمها واقدر اطفيها هي لوحدها. لو رسمت مثلا خط كده وخط كده تمام، دي موجوده في كل الادوار ماتش لاين دوت. لو طلعت ليفل 2 هلاقيه موجود، بحيث ان هو يقدر يقسم لي المشروع كله. اقدر في اي وقت اخش على الفي في واروح للانوتيشن، هلاقي عندي هنا الماتش لاين تمام، بحيث اقدر اطفيه وكل الانوتيشن التاني شغال تمام. طيب دلوقتي عايز ابدا اعمل التقسيمات بتاعتي، فمن ليفل 1 هقول له اعمل لي دوبلكيت اس ادمنتد، duplicate view duplicate as depended تمام. من الحاجات اللي بتسهل برضو الشغل ان انا اكون عامل السكوب بوكس، سكوب بوكس تمام. فانا برسم 4 سكوب بوكس، مثلا ده سكوب بوكس 1 تمام، واروح ارسم سكوب بوكس 2 تمام، سكوب بوكس 3. السكوب بوكس ده برضه هيظهر في كل الادوار، سكوب بوكس 4 حسب التقطيعات بتاعتي وحسب الشغل بتاعي عايز يطلع انا تقسيمات تمام. طيب اللي سهل عليا بقى ان انا احط هنا بقى، ابدا احط كل سكوب بوكس، اظبط الفيو ده مثلا، ده هيبقى 1 اللي هو دوت تمام. هاجي هنا في ديبندد 1 اقول له دوت ليفل 1 ديبندد 1، ده هيبقى مرتبط بالسكوب بوكس رقم 1 تمام، وهكذا. الاثنين ده سكوب بوكس 2 كده، يبقى الشغل بتاعي مظبوط. وكل الديبندنت ممكن يكون عندي مثلا 10 ادوار، يبقى الـ10 ادوار مظبوطين على نفس الماتش لاين، مظبوطين على نفس السكوب بوكس تمام. الـ4 اهوت طيب. بعد كده يبقى انا عندي شيتات، اقول له مثلا اعمل لي كذا شيت، عايز ابدا اعمل شيتات تمام. ممكن اسهل على نفسي ان انا اجي هنا في الفيو اقول لي اعمل لي شيت خاص بهنا، السكيدول ده خاص بالشيتات سكيدول، اقول له شيت ليست، اختار مثلا شيت نيم وشيت نمبر اوكي. دي الشيتات الموجوده، ممكن ابدا اقول له اعمل لي شيتات جديده، انسرت تمام. كل واحد من دول هيبقى خاص بفيو معين، ابدا اديله اسم مثلا، ده ليفل 1 بارت 1، والتاني ليفل 1 بارت 2 وهكذا. طيب نيجي هنا عند الشتات، اقول له نيو شيت، اقول له خد لي كل الشتات الجديده ديت، ابدا كريت تمام. فيجي على ليفل 1 بارت 1 اللي هو دوت، احطه في الشيت دوت تمام،
هظبط الفيديوهات دي كلها 25، ادخل هنا اقول له خليها 50 مثلا. وهتبدأ بقى تظبط. تمام، اجي هنا في ليفل 1 اقول له دوت ده اللي دوت خلينا نروح الليفل الشيت اللي هو ليفل 2 اللي هو البارت 2. تمام، في هنا اهوت تقدر لو انت مش عايز الليفل 1 ديبند 2 يبقى اسمه موجود، ممكن تيجي هنا وتقول له نو تايتل، انا مش عايز العنوان. تمام، او ممكن اللي انت موجود فيه تايتل دبليو لاين، هنا تدخل تختار هياخد ان سيستم، تقول له مثلا نان، السمك بتاع الكتابة تخلي مثلا 3، عايز مثلا التايتل يظهر ولا لا، ممكن تقول له يظهر لو في كذا فيو او ما يظهرش خالص، زي ما انت عايز تقدر تتحكم في القصه ديت. ممكن تيجي هنا وتحرر ديت الخط ده بحيث ان هو يكون قصير. طيب دلوقتي بعد ما عملت دوت اجي هنا في التقطيعات ديت، تمام، وابدا احط فيو ريفرنس بحيث ايه ان اللي موجود هنا يكتب مثلا ان ده هيبقى موجود في انهي بارت او في انهي شيت. فاجي هنا فيو ريفرنس، تمام، بدا يقول لي انت في ليفل 1 ده مثلا اهوت ده بيقول ليفل 1 ديبندد 1 اهوت دوت ليفل 1 ديبندد 2، هيبقى ده موجود في الشيت اللي هو ايه ار 103، وده موجود في الشيت اللي هو 104. بحيث لو انت جيت هنا تلاقي دوت اللي هو اي ار 103 واي ار 104، لو الاسم هنا اتغير هتلاقي هنا اتغير، فاصبح الموضوع كله مرتبط ببعض. تمام، دي من ضمن الحاجات السريعه اللي هي بتسهل علينا ان احنا نحط الشغل في شيتات، ونحط التقسيمات، ونحط البارتات.